السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، شخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير بحول الله. اليوم غنتقاسم معكم واحد محبوبه الجماهير، هي الغريبه. دونك غريبه نديرها بلديه مدوره ونطيبها في ديك الطاوات ديال الغريبه اللي ما توفرتلوش، يطيبها في طاوه عاديه. دونك ندوزو المقادير بحول الله. بسم الله، بالنسبه للمقادير شنو عندي؟ عندي هنا واحد 200 غرام ديال الزبده، دونك غنقول لكم نصها 100 غرام مارغرين و 100 غرام زبده حيوانيه، تكون اللي كتكون فيها الطبيب ديال زبده بلديه. دونك 200 غرام في المجموع. غنقول لكم ديك الساعه استعملت مارغرين. عندي واحد كاس اونص ديال الزيت، كاس اونص ديال سنيده تكون رقيقه، ساشي دفاني، واحد جوج خمارات الحلوه، راس معلقه نص معلقه ديال الملحه، وراس معلقه ديال القرفه، كاس ونص ديال الزنجلان. الزنجلان اللي واحد ثلاثه المعالق طحنتهم، جوج طحنتهم شويه وضفتهم لديك الزنجلان اللي صاين. وهنا عندي واحد كاس ونص ديال اللوز، حتى هو اللي طحنته وديته بحال هكا شويه، دونك ما نخليش طرف كبار لانني عندي غفله ديك المول ديال غريبه. دونك ندوزو ان شاء الله طريقه التخلاط اللي سهله وبسيطه. دونك نبدا، عندي غزده بحال هكا ما عندوبهاش، ما تحتاج. دونك علاش استعملت هنا لا مارغرين؟ لا مارغرين دونك اللي استعملت اي زبده حيوانيه كتجيني الغريبه كتفتت دغيا، ما كتبقاش شاده راسها. هذاك 100 غرام داك النص نص مارغرين وزبده ديال حيوانيه كتخليها شيشه او ميم طون، كتجي مقوشه وشاده في راسها مزيان. دونك هادشي علاش. دونك غنضيفو لو كاسونس ديال سنيده، نضيف الملحه، ملحه راس المعلقه بزايد شويه، وندير ليها واحد ساشي ديال الفاني. دونك كيجيها زوين مع القريفه، كيطلع مذاق زوين. دونك نحرك هادشي مزيان من هذا، غنضيف ان شاء الله عاوتاني الزيت. دونك نخلط الزبيده مع داك السكر، تكون بحراره المطبخ من الاحسن، ونرجع لكم ان شاء الله. الزبده تخلطات مع سنيده وداك الساشي دفاني، شو كيفاش. دونك نعاود 200 غرام في كاسونس ديال سنيده، صافي. وديك الساعه نضيف الزيت وانا كنخلط كاس ونص، نشرب على ثلاثه الخطرات. دابا نضيفو ديك القريفه، القريفه كتعطينا ذوق غريبه، تجينا بلوكو بلدي شويه، وكتضيف لينا شويه ديال اللون للغريبه، ما كتجيش بيضه من الداخل. دونك نضيفو ديك الزجلان اللي قلت لكم واحد جوج معلقات كطحنوهم، فوالا شي كيعطيو اللون حتى للطحين، الخليط ديالنا كيعطيوه اللون. ونضيفو عندك كاس ونص ديال اللوز. دونك غريبة كتبقى هي اسهل واصعب حلوة، دونك اسهل في التوجات، ولكن نتمنى ان شاء الله تنجح معكم. كتجي غريبة مقومة غزالة، كتجي لذيذة جدا، صافي. دابا بقى لينا ان شاء الله نضيفو غير الطحين. دونك هنا غنضيف الطحين، غنضيف هاد جوج خمارات، ونسيت ما ضفت ليكمش ما قلت ليكمش غنضيف ليها واحد راس معلقه د الخميره حبوب. دونك نسيت ما قلتهاش في المقادير. دونك نضيف الطحين، طحين حسب هذا الجميع ديال الغريبه. دونك تعلموا انكم ديروا الطحين بلا مقادير. دونك هاد الحلويات التقليديه دونك ما كتحتاجش العبار ديال هذا الطحين. دونك الطحين غنضيف، ضيفو بشويه بشويه بالعقل، صافي. ونخلط وانا كندعق وندخل ديك الزبيده في الطحين مزيان، تنحصل على القوام اللي بغيت به غريبه ان شاء الله. نضيف هذاك راس معلقه الخميره باش تخلط ليا مع الخليط مزيان، ونضيف الخمارات، جوج خمارات فئه 6
16 غرام دونك شخدمنا غير 16 غرام اللي فيهم 8 غادي تكون 7 ديرو 14 غرام ماشي اشكال كيبقى صافي هانتوما صافي كتشوفوا راه مازال خفيف دونك هيا شتي مازال خفيف دونك مازال خصنا شويه الطحين دونك الطحين نضيفوه بشويه بشويه ما تخسروا والو دونك انتما نضيفوا معلقه معلقه جوج دابا هاد الساعه مازال وحنا كندحقوا حتى يدخل ليا مزيان الطحين في هذاك الليدان وان شاء الله نتلاقاو باش نوريكم القوام العجين كيفاش ان شاء الله الغريبه ديالتنا هي دلكتها كما ينبغي كما كتشوفوا انتوما ما كدلكوهاش بزاف ما كتحتاجش دونك حد هنا غنكون طحين ساليت كيبان لكم بان يديكم ما فيهاش ليدان شفتوا هانتوما او كتقدو تجمعوها هانتوما تاخدو اون بول دونك كتخدموها هكا في يديكم راه ما كتجمعش بسهوله باش ما تجيش ضايعه وتجي زيوتات كلها ليدومات دونك كما كتشوفوا هكا صافي هانتوما كتجمع على شكل كره وهاديك الساعة تقدو تكوروها فوالا تخدموها شوية بالكف ديال يديكم هكا وتشدو وديروها بجوج هدا وتبركو عليها فوالا شتو دونك حد هنا غنكون ساليت الغريبة ندوزو ان شاء الله نكوروها دونك كيما كتشوفو الغريبة عندي غا في الطاوات اللي معروفين دغريبة اللي كتجي فيهم الغريبة محفرة من التحت دونك نبدلو شي شوية عندي في القناة جوج شكيلات دونك هدا شكل تالت بطريقة مختلفة كما قلت لكم فيها شوية زبدة ديال المانغارين شنو درت شديتها طويحت ما كنطيبش فيها بزاف دونك دهنتها بشوية الزيت رشيت عليها شوية الطحين باش نضمن راسي غريبة ما تلصق لياش في المول وديرت واحد الكويرات تقريبا 30 غرام كيجيو قد هاد الحفيرات دونك انا ما وزنتش ولكن فهاد هاد الحجم دونك كتشدوها كتخدموها بالكف ديال يديكم بحال هكا الغيبه ديالكم كتخدموها هكا باش كيلصق بعضياتو الكره كتلصق بعضياتها وصافي وكنبقاو نخدموها بالكف دونك راه كتحسوا بها كتقولوا عاد تفكتت واخا تفكتت خدموها بالكف ديال يديكم وما خصهاش تكون صافي ها نتوما وكنبكوا عليها شويه فوالا شفتوا كيفاش جات ونشد ونحطها هنايا وما ندعقاش من الوسط نتو باش ما تجيش محفره دقيقه من الداخل دونك غير من الجنيبات نثبتها تقريبا في الوسط هكا في الجنيبات الحريفات ديالها في الجنب كنثبتهم هكا شويه والوسط ما كنبقاش فيه دونك هذا هو الطريقه دونك ندير نكملوا ان شاء الله الطويبه ديالنا الفران طويبه كما كتعرفوا يكون سخون دابا راه كيسخن الفران يكون سخون غنشد ديك الساعه نديرها شعله مهيله فتيله من التحت ومن الفوق مويان دونك حيت الفران سخون غنقصو عليه باش ما تلهبليناش وتبقى خضره من الداخل ونخليها الفوق من نشوفها تفكعات وتحلات غنهبطها للتحت ونحمرها ونقادها تحميرتها وان شاء الله نتلاقاو من بعد ما توجد غريبه بحول الله كما شفتو ها هي كطيب ها هو الفران شوف ها هو طلعتها في الرف دونك قريبه للرف الفوقاني وهي خدام فونتيلاتور اللي عنده اللي ما عندوش هكا فرانطو يديرها في فرانكاز غيديرها في الوسط ويشعل عليها مهيله لتحت ويشعل عليها مهيله الفوق من بعد ما يسخن الفران ديالو مزيان دونك شفتو كيفاش دارت ومن تشقات بحال هكا قلبت الطاوه باش تدوب الحراره مزيان كي الداخل كي على برا لان ما كتكونش متساويه 100% دونك شفتو كيفاش هانتوما مازال دابا كطيب غرف الفوق دونك نشوفها مي تبدا تحمر شي شويه غنهبطها للجهه التحتانيه ونخليها تحمر من التحت وتاخذ اللون الذهب اللي بغيت وان شاء الله نتلاقاو من بعد ما نخرجوا طويبتنا ان شاء الله
كما كتشوفوا غريبة اليوم كانت هي هذه، كما كتشوفوا غريبة اللي كتجي فعلا رائعة، شادة راسها، رطبة، مقروشة، شيشة، ولكن ما كتديعش بحال الاخرى اللي كتكون عيب بالزبدة ديال العباد. دونك هاد التخليطة ديال شوية ديال الزبدة ديال المارغرين، دونك كتعطيها كتجي شوية شادة راسها، او ميم طون كتجي مكرمله في هذيك التكرميله وفيها الهشاشه. دونك وكتصبر، دونك ما كتفتش دغيا، ما كديعش دغيا. دونك هادشي اللي كاين، هذا هو الاختلاف اللي كاين، وكتجي مقوسه في نفس الوقت، ومني دارها مفقعه كما كتشوفوا، ومني دارها جميل جدا. دونك اتمنى الوصفه اليوم تكون راقت لكم وعجبتكم، والى وصفه قادمه بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله.